بسم الله الرحمن الرحيم، مواصلة لشرح مقرر تنظيم حاسبات 2، ومن ضمن مواضيع الباب الثاني في هذا المقرر Pipeline and Vector Processing، ننتقل إلى الدرس التالي Chapter 2 Lecture 8 Supercomputers. هذا الدرس عن الحاسبات الفائقة أو الخارقة Supercomputers، وفيه سنعرف ماذا نقصد بسيوبر كمبيوترز، ما هي صفات هذه الحاسبات characteristics of سيوبر كمبيوترز، ونعطي بعض الأمثلة المختصرة بأنواع من هذه الحاسبات الخارقة. نبدأ بتعريف السيوبر كمبيوترز. A commercial computer with vector instructions and pipelined arithmetic operations is referred to as supercomputers. الحاسبات التجارية إذا كانت تتعامل مع التعليمات بنظام المتجهات كما شرحنا في الدرس السابق، وإذا كانت تستخدم نظام pipeline arithmetic operations حتى تفك العمليات المركبة إلى عمليات جزئية أقل، وبالتالي تسرع في تنفيذ هذه العمليات، في هذه الحالة كمبيوتر بهذه المواصفات يسمى سيوبر كمبيوتر. طيب، واضح أن السيوبر كمبيوتر إذا قارناها بالكمبيوترز العادية المنتشرة بين الناس لها صفات خارقة أو powerful. ما هي صفات السيوبر كمبيوترز؟ أولاً very powerful and high performance. ماذا نقصد ب very powerful؟ تستطيع أن تنفذ العمليات بدقة وبسرعة. وماذا نقصد ب high performance؟ أداءها عالي، قليلة الأعطال، قليلة الأخطاء، ونتائجها دقيقة. ماذا أيضا للسيوبر كمبيوتر من صفات؟ large memory، لها سعات تخزينية كبيرة جدا مقارنة بالحاسبات العادية. لماذا؟ هذا طبيعي لأنها تتعامل مع بيانات كبيرة وتقوم بإجراء حسابات كبيرة، إذن لابد أن تكون الذاكرة متطابقة مع هذه الاحتياجات. ثلاثة، its components are packed tightly together. ماذا يعني هذا التعبير؟ أجزاء السيوبر كمبيوتر مصنعة قريبة جدا إلى بعضها البعض، قريبة جدا لسببين أو أكثر. السبب الأول سرعة التواصل بينها، وهذا يعطي سرعة في تنفيذ البيانات. السبب الثاني تأخير أو تقليل الديلي الحاصل في الموصلات في النسبة للحاسبات العادية. طبعا تقريب الأجزاء في الاي سيز وفي البورس الموجودة في هذه الحاسبات، الاي سيز يعني الدوائر المتكاملة، والبورس يعني ما نسميه بالكروت، الميموري كارد والمونيتر كارد وهذه الأمور. هذه الأمور إذا صنعت صغيرة بحيث أن تكون مكوناتها قريبة مع بعضها البعض، أي نعم أنها تسرع في التواصل بين هذه المكونات، ولكنها قد تتسبب في رفع درجة حرارة هذه المكونات، لأن كل ما كانت المكونات بعيدة من بعض كل ما كانت هنالك فرصة أفضل للتبريد. لذلك نجد أن السيوبر كمبيوترز تستخدم أنظمة غير لتبريد أجزائها الداخلية، غير نظام المروحة مثلا العادي الموجود في الحاسبات العادية. المروحة لا تكفي لأن المكونات قريبة إلى بعضها أكثر، وبالتالي التسخين أعلى. إذن هنالك طرق تبريد ذات تقنية عالية مستخدمة في السيوبر كمبيوترز حتى تظل المكونات باردة ولا تتأثر بالحرارة فتؤتي ب نتائج خاطئة أو تؤدي إلى تعطل هذه المكونات.
طبعا حاسبات بهذه المواصفات الثلاثة التي ذكرناها لابد أن تكون مكلفة. إذن الصفة الرابعة أن السيوبر كمبيوترز غالية الثمن، وذلك لأن المعالجات التي فيها قوية العمل وأداها عالي، ولأن الذاكرة كبيرة، ولأن صناعة المكونات قريبة إلى بعضها مكلف، والتبريد أيضا مكلف. وبالتالي المحصلة أن هذه الكمبيوترز عالية الثمن، لذلك لا نجدها كثيرة في العالم، ليست مثل الحاسبات العادية التي قد تجد أكثر من واحد منها في المنزل. إنما هذه الحاسبات الخارقة أو الفائقة تمتلكها الدول، وتمتلكها بعض المؤسسات في الدول، لذلك ليس غريبا أن يكون عددها بسيط في العالم، وذلك بسبب التكلفة. أخيرا نعطي بعض الأمثلة examples of super computers الموجودة فعلا في العالم. إذا دخلت أنت إلى شبكة المعلومات وبحثت في الإنترنت ستجد كثير منها، نحن أخذنا عينة منها وحاولنا أن نوزع هذه العينات على الدول. هنالك حاسب اسمه كريت تايتان، حاسب أمريكي وله جنريشنز أو له أجيال تسمى حسب الجنريشن، ولكن عموما نسميها كلها كري تايتان سوبر كمبيوترز، وهذه تتبع الولايات المتحدة الأمريكية. في اليابان هنالك سوبر كمبيوتر يسمى فوجيتسو سوبر كمبيوتر، وفي الصين هنالك سوبر كمبيوتر يسمى NUDT تيانهي 2، هذا في تشاينا. وهنالك دول أخرى مثل الهند وبعض الدول الأوروبية أيضا لها سوبر كمبيوترز خاصة بها. وبذلك اكتملت دروسنا للباب الثاني في مقرر تنظيم حاسبات 2، ونلقاكم مع مواضيع الباب الثالث بإذن الله.